وهذه الفتن يحذر الصحابة كما قلنا أنها وقعت في زمنهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الفتن، ولكنه كذلك يعني خص بعض أصحابه ببعض الحديث كما هو المشهور عن حذيفة وما هو المشهور عن أبي هريرة. يعني حذيفة كما سيأتينا في الحديث يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالفتن ولم يحدث بها حذيفة، وأبو هريرة كذلك قال حفظت عن رسول الله وعاءين، أما وعاء فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطعت مني البلعوم، أو لو حدثتكم به لقطعتم مني البلعوم، لأنه يخبر عن الفتن. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه حدث بها بطرف خفي رضي الله عنه، وذلك أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي على يد غلمة من قريش، على يد غلمة من قريش. فقال مروان بن الحكم لعنة الله عليهم من غلمة، لعنة الله عليهم من غلمة. فقال أبو هريرة أنت وما قلت؟ قال لأن أبا هريرة يرى أن هؤلاء الغلمة هم من نسله، يعني من نسل مروان، هم الذين يعني يهلكون هذا الحي من قريش أو يقع منهم الفساد أو ما شابه ذلك من الأمور. فقال لعنة الله عليهم من غلمة. وأبو هريرة رضي الله عنه كان يقول اللهم، يعني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يستعيذ، أبو هريرة يقول اللهم إني أعوذ بك أن تدركني سنة الستين وإمرة الصبية، سنة الستين وإمرة الصبية، وقدر الله أن أبو هريرة مات سنة 59 لم يدرك هذه السنة، وسنة 60 هي خلافة يزيد ابن معاوية. وكان أبو هريرة يعني يستعيذ بالله من أن تدركه هذه السنة وهي خلافة يزيد ابن معاوية. على كل حال هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لا تستشرفه. يعني من ظن أنه قويا أنه قوي وأنه يستطيع أن يواجه الفتن تصرعه، من تشرف لا تستشرفه، كما قال النبي عن الدجال من رآه منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يرى أن في قلبه إيمان ثم يتبعه لما يرى معه من الآيات. لذلك الإنسان دائما لا يتعرض للفتن، وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاثبتوا، يعني لا يتمنى الإنسان الفتنة، لكن إذا جاءته يستعين بالله ويصبر ويثبت ويكون قويا أمامها ويستعيذ بالله، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، فلجأ إلى الله تبارك وتعالى. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، يقول من استشرف تستشرفه، من تشرف لها، من تصدرها تستشرفه، أي هذه الفتن تأتيه تهلكه تصرعه والعياذ بالله، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. وسيأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بيان النبي كيف يعني ينجو الإنسان من هذه الفتن. صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذه الفتن ويأمرنا أن ننأى عنها ولا نشارك فيها ولا نخالط أهلها، وإنما الإنسان يبتعد عن هذه الفتن كما سيأتي كيف يبتعد. قال الإمام مسلم الحديث السابع حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال نعم سمعت أبا بكرة يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله،
ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. المهم إيش؟ يبتعد عن هذه الفتن. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر حتى لا يكون مسنونا، يدقه بحجر حتى لا يقتل هذا السيف بعد ذلك، ثم لينجو إن استطاع النجاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، غصبت أكرهت على الخروج معهم إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف النجاة. نقرأ الحديث الذي بعده اللي هو تكمل له. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا وكيع حاء. حاء هذه معناها تحويل الإسناد، أي سيبدأ إسنادا جديدا. وحدثني الإمام مسلم يقول الآن محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، كلاهما عن عثمان الشحام بهذا الإسناد، وحديث ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله إن استطاع النجاء، أي لم يقل ما بعده ألا هل بلغت ألا هل بلغت إلى آخر الحديث. في هذا الحديث يبين النبي كيف النجاء. لك إبل، اذهب مع إبلك. لك غنم، اذهب مع غنمك. لك أرض، اذهب إلى أرضك، لا تشارك في الفتنة، ابتعد عن الفتنة، لا تشارك بها، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت، أكرهوني على الدخول في هذه الفتنة، ماذا أصنع؟ فقتلت أو جاءني سهم، يعني هل آثم لا آثم؟ فقال: يبوء بإثمك وإثمي. فكأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم أنه لا إثم على المكره، لا إثم على المكره، لأنه لم يقل له تبوء بإثمك، وإنما قال يبوء، أي يبوء من؟ الذي قتله، الذي قتلك يبوء بإثمه وإثمك، أما أنت فلا شيء عليك. فحكم له النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة. ولكن هنا مسألة، يقول أهل العلم الآن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبوء بإثمه وإثمك، وهذا الإنسان الذي لم يقاتل كثر سوادهم، فكيف؟ قالوا: نعم، هو إن كان يستطيع أن لا يشارك فهو لا يشارك، لكن إذا أجبر على المشاركة فلا شيء عليه.